الوضوح، نحكي على الصدق والوضوح، هي حاجة مهمة في العلاقة، أما ما هيش باش تجيب ضرورة في المرحلة الأولى من العلاقة. في المرحلة الأولى أيوة. فما سكون أبيل اون إيدياليزاسيون دو لوتر، هذا عادي دكتورة، حطوا الآخر هذا طبيعي وعادي. هذه مرحلة الإنسان ما يبداش واعي بروحه بالشيء اللي يعمل فيه، يعني أول نهار أول جمعة أول شهر تعرف فيه على الشخص هذاك باش تحطه، قلوا احنا سو ان بيديستال، باش تحطه في محل الشخص المثالي، هذا هو رجل الأحلام. مش هي عن قصد ما تحبش ترى العيوب متاعه، لكن هي تحب في الشخص هذاك حوايج تتصورها في روحها، أو ماذا به هي بيها توصل لها. صحيح، أحلامها تسقطها على شخص هذاك. إسكون أبيل أن إيدياليزاسيون هو معناتها مفهوم، سان بروسيسوس بسيكولوجيك العباد كل تتعدى به، ماهيش حاجة غير طبيعية. في أول كل علاقة فما أون إيدياليزاسيون دو لوتر، لأنه يلزمك تحب روحك باش تقبل أنه الشخص هذا يحبك، وتقول أنت ملول ما زلت ما شفتش العيوب نتاعه، ما زلت ما شفتش طبيعته، ما زلت ما شفتش هل هو واضح، هل هو صادق، هل الحوايج هذه الكل. لكن في الأول تحب تقول لروحك هذا شخص مثالي، ومدام هو وصل له تنبية، مدام أنا زادة نستحق الشيء هذا، سكو أنا زادة نتحب. واضح. هذه لازمة، المعادلة هذه لازمة باش تبدأ العلاقة. واضح. العاطفية باش تبدأ العواطف، من بعد نتعداو المرحلة العقلانية، نبداو نتعداو نشوفو شنو فيه صفات، شنو ما فيش، شنو هي عيوبه، شنو هي خصاله، ونرجع زادة للغفرانس اللي عندي أنا، شنو هي الخصال اللي لوش فيها، وإذا كان قيدها بالطبيعة موجودة في الشخص هذايا، باش نخير أني نواصل العلاقة هذية، ونخير أني في وقت معين ارتبط بيه. إذا كنت اعتبر اللي نجاح العلاقة هو في نجاح الاختيار فقط، نقول لك راك غلط برشا. واضح. لانه صحيح الصفات اللي بتختار على اساسها هي الفا كونديسيوني من بعد كل كيما قلت لك الصراعات اللي باش تصير في وسط هالزواج هذا، زواج اللي هو باش يتغير مع تغير الطباع وتغير الظروف وقدوم الاطفال والدخول في العائلات الزوز المتساهره مع بعضهم. دونك فما برشا حاجات، فبرشا متغيرات، بوكو دو فاريابل، الزوز مش ديما باش ينجموا يسيطروا عليه. الوقت الانسب هو وقت خاص بكل علاقه، الوقت الانسب هو وقت اللي يوصلوا الطرفين لدرجه كبيره من الثقه في انفسهم وفي قرارهم، وما عادش عندهم حتى شكوك في معرفتهم للاخر عن طريق معناتها معرفتهم من ردود افعاله قبل حتى ما يقوم بها، معرفتهم الجوانب الشخصيه نتاعه، الحاجات اللي يحبها، الحاجات اللي يكرهها، هي واش اختارت الشخص هذاك، معرفتها للعيوب او للنقائص اللي فيه، ادراكها بالشيء هذا وقبولها زادة بالنقائص هذوم الكل. دونك نوع من الواقعيه، العاطفه الواقعيه نقولوا احنا، معناتها فما عاطفه فما بعض المشاعر وفما زادة واقعيه، زوز لو ميلانج هذا. الشخص السوي هو شخص نقوله تتطابق شخصيته الداخليه مع شخصيته الخارجيه، يعني هو شخص مستقر في الافعال وفي ردود الافعال متاعه وفي الانفعالات متاعه، هو شخص متصالح مع نفسه ومع المجتمع.